المعرض هذا عبارة عن ملف خاص لفنان، وبدل ما أنا أبتدي أعرض بشكل جانبي لمدة أيام قليلة وأختفي، فآثرت أني أنا أعرض في مكان دائم وأحط أفكاري كلها وأنوع من هذه الأفكار. طبعا أرسلت رسائل من خلال أعمالي الفنية، رسالة الحنان، رسالة الذكرى الطيبة مع يعني مع والدي، رسالة التجمع والطاقة الإيجابية اللي تكون في التجمع نفسه، رسالة المقدرة وأن نحن ما يخفي علينا شيء، نحن قادرين نوصل أشياء كثيرة. أرفع دوم شعار الطاقة، أن الإنسان عنده طاقة ما شاء الله غير متناهية، الإنسان دائما عندنا نقول هالشيء. فلو شفت الممرات اللي هي نحن نحتاج هذه الممرات اللي ما فيها انتهاء، استدامة، طاقة مستمرة، ما في قيود، وهي رسالة كبيرة طبعا، أن لا تتقيد في رأي معين، لا تتقيد في مثلا نهج معين وتزمت عليه، لا، حاول تطلع من هذا الجانب، شوف الأنسب لمستوى مجتمعك، شوف الأنسب لمستوى آراء الآخرين، تقبل النقد، تقبل أي شيء. مطار البلاحج جاليري هو الأول من نوعه على مستوى الدولة، يمكن على مستوى المنطقة، أنه يكون قابل أنه يعني يستقبل كل أطياف المثقفين. فاليوم الكاتب، المسرحي، المؤلف، الملحن، المغني، يعني الفنان يقدر يتواجد في هذا المكان ويقدر يستنبط شيء من خلال هذا المكان.